اليوم بدي اعملكم اكل كتير طيبة وكل الولاد والكبار والصغار بحبوها، هي الاسكالوب بالبانير. اسكالوب هو دجاج ملتوت بالبيض وطحين والبانير، كتير طيب مبهر طريقتي الخاصة انا. رح نسويه سوا هلا، يلا نروح نشوف الطريقة والمقادير. عندي هون كيلو فيليه من الدجاج اللي انا قصصته بهيدي الطريقة، شايفين كيف قصصتهم ليصيروا رقاق، فيكن تقولوا انتو للحام يقصلكن ياهم كمان، بس انا هول انا قصصتهم. وعندي بالجات التاني اربع بيضات، بدي زد لهم نقطة خل مشان الزنخة ما حتأثر ابدا نقطة الخل عليه هون وعلى الطعام. عندي هون كعك بانير او خبز مطحون انا بشتري من السوبر ماركت، وهون عندي طحين. هلا بعد ما حطيت نقطة الخل على البيض، رح احط رشة ملح، رشة صغيرة ملح، ورح احط كمان بودرة الخضار فوقها، رح تعطيها طعم كتير طيب. نص معلقة صغيرة كمان رح احط كمان ربع معلقة صغيرة قرفة، وبهار بابريكا كمان حلوة ربع معلقة صغيرة، ورح احط كمان بهار اسود ربع معلقة صغيرة. هني زيتون البهارات يلي حطيتهم بقلب هلا بقلب البيض، رح احطهم بقلب البانير. رح احط شوية ملح على البانير، يعني تقريبا معلقة ملح، شوية بودرة الخضار، شوية يعني تقريبا ربع معلقة من كل نوع صغيرة، قرفة ربع معلقة صغيرة، وبابريكا ربع معلقة صغيرة. رح احرقه مظبوط. كمان رح نتبل الطحين بشوية ملح، مش كتير لانه مكترين ملح هونيك. كمان نفس البهارات اللي حطيناها بالبيض والكعك رح نحطها بالطحين. هيك حطينا كمان على الطحين نفس البهارات، رح نخلطهم مع بعضهم. هلا اول شغله رح اعملها لحلت الدجاج، اول شي بالطحين، بعدين بالبيض، بعدين بالبانير. رح يطلع عنا اطيب اسكالوب، جربوها كتير رح تعجبكم. رح ناخد اول قطعة من الدجاج المسحب، حنلته بالطحين مثل ما نكون شايفين، بدي كله يتغلف بالطحين. هلأ رح حطه بقلب البيض بعد ما تغلف بالبيض، شوفوا كيف صار. هلأ ديركت على البانير، هاي كل الطريقة، ما بدها شي هوينة. مثل ما نكون شايفين، شوفوا كيف طلعي ملزقات الزيق عليها البانير. هاي قطعة الاسكالوب صارت جاهزة، شايفين ما احلى شكلها. هاي قطعة تانية رح احطها بقلب الطحين. رح طلعها وحطها دغري بقلب البيض.
بعد ما تتغلف مزبوط، والبيض دغري فوق البانير رح نحطه. ولا اهون من هيك، والطعم فعلا روعة. انا دايما بسويها، مش من هلأ، صار لي سنين بسويها بهالطريقة، كتير طعمتها طيبة بتطلع. بتعرفوا انه نحنا هون ما عنا حدا بيسوي لنا اسكالوب، وفي اسكالوب خالص بالسوبر ماركتات بس نحنا ما بناكله لانه مش حلال، بنضطر نعمل على ايدنا الاسكالوب. انا الي عمر بعمله بهالطريقة، شايفين ما احلى شكله، فعلا رائع. صفيتهم هيك بهالطريقة بقلب الجوط. هلا رح كمل كل الدجاجات اللي عندي وبرجع لكم. عندي هون هلا صينية بدي احط بقلبها زيت قلي، زيت نباتي، وبدي لت فيه هون دجاجات تعولي هيك بهالطريقة، وصفهم بقلب الصينية لأنه بدي فوتهم على الفرن. ما حتختلف الطعمة أبدا عن القلي، نفس الشي بس هيدا أخف زيت. شايفين؟ أكيد بس لا ينقلوا بس لا ينشووا بالفرن بدي أطلع عليهم كل شوي، وممكن كمان قلبهم. أنا حاطة هلا الفرن على 200 من فوق ومن تحت. قد ما فيه هون بساع رح حط. في ناس ما بتقدر تاكل زيوت مقلية مثلا، عندها كوليسترول، عندها مشاكل ما بتقدر. هاي الطريقة كتير اهوينة وطيبة. هيك خلصتهم بالزيت، هلأ رح فوتهم على الفرن الحامي. شوفوا هاي الاسكالوب بقلب الفرن عم يغلوا، عم ينشووا على مهلهم. رح اتركهم هلا ليخلصوا. هلا رح احط زيت بالصينية. هلا بدي انزل الاسكالوب بقلب المقلاية او الصينية. شوفوا بلشت الزيت حمي. بدي اتركهم لحتى يحمر الوجه التحتاني، برجع بقلب للوجه الفوقاني لتحت، بس يتحمروا على الاخر بشيلهم بكونوا خلصت عنا. شايفين كيف عم يتحمروا؟ رح احط هيدي من جوا لانه هون النار اقوى. شايفين كيف تحمرت؟ اصدقائي هيك خلصوا عندي، سودت عليها زيادة. خلصوا عندي الاسكالوب اللي عم بقليه هون، وهيدول هن الاسكالوب اللي انا شويتهم بالفرن. شوفهم احلى شكلهم. ما بيفرقوا ابدا عن اللي قليتهم بالمقلاية. الاسكالوب بالبانير المقلي والمشوي، هيدا المقلي وهيدا المشوي. شوفوا ما احلى شكلهم، بجنن. طعمتهم رائعة، بنصحكم تسووهم. ما يعني ما بتندموا. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد نحن بنعمله. بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد.